من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء، حديث عن النبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري ومسلم. حديث عن النبي عيسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة لعلات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وليس بيننا نبي. أخرجه البخاري ومسلم. حديث عن النبي يونس. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. أخرجه البخاري ومسلم. حديث عن النبي موسى. قد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء أنه قال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. أخرجه البخاري ومسلم.